جوز كلام. يلا أبو فاكر بدك شي؟ وين يا مهوين؟ رايحة أنا وكم واحدة من رفقاتي لعند رفيقتنا. كأنها زيارة رسمية؟ هي هيك. ليش شو المناسبة؟ والله يا أبو فاكر المناسبة بتقطع القلب. أوف يا لطيف، شو هالمناسبة اللي بتقطع القلب؟ أختها متوفية، رايحين نعزيها ونواسيها. اختي صبية عمرها 28 سنة. يا لطيف، شلون ماتت؟ قال صار عمرها 28 سنة وما تجوزت، وكانت تقول إنه المشكلة بوزنها، فراحت تعمل عملية شفط وشدوا هالشغلات يعني. طلع عندها حساسية من مادة من المواد اللي بيستخدموها. قامت دغلت بغيبوبة وهي بالعملية، وبعدها بيومين ماتت. يا لطيف على هالقصة. لك شو عم بيصير؟ طيب ما في قانون، ما في مساءلة، هيك الواحد بيروح بشربت مي على الفاضي؟ شو هاد؟ الله يرحمها، هي الحق عليها، شو بدها بهالقصة؟ لا أم جوزيف، هي مو الحق عليها. شو فيها إذا حبت تبين أنحف أو أحلى؟ يعني بفهم من حكيك بتأيد موضوع عمليات التجميل؟ هلأ لا بأيد ولا برفض، بالنهاية بشوفها حرية شخصية، بس إذا الواحد بهالبساطة بيروح هذا اللي بيرفضه. لا يا سيدي، هالمرة أنا مو معك. إذا بدنا نكون حياديين برأينا، رح تضل الظاهرة تزداد من مبدأ جميل بحب الجمال وما حدا أحلى من حدا، ورح تضل الأخطاء القاتلة تصير. أنت مفكر هي أول وحدة بتموت عنا بعملية تجميل؟ مفكر ما فيني لوم حدا حابب يغير بشكله، بالنهاية هذا شكله هو حرفي. إذا أنت شايف الموضوع ناتج عن تأثيرات نفسية، فكمان هذا الشيء بخص الشخص نفسه. أنا ما عم ناقش عن شو ناتج، بس الموضوع يا أبو فاكر صاير هوس اجتماعي، إنه شلون فلانة صغرت مناخيرها وأنا لا، وفلانة شدت وجهها وأنا لا، ويضل عم بينتقل المرض. أنا برأيي لو الأطباء اللي عم يعملوا العمليات عندهم إحساس بالمسؤولية، ولو كان في نقابة ووزارة صحة عم يحاسبون ويلاحقون عن جد، ما بتصير هاي الأخطاء القاتلة اللي عم نحكي عنها. بهاي الحق معك، بس هدول البنات عم بيدقوا لي، تأخرت. يلا بخاطرك. يلا جاي. مرحبا أم جوزيف. أهلي. شبك هيك عم تردي علي؟ ما في، تفضلي. إن بلا أهلا وسهلا، بس مين حضرتك؟ لك شبكي ما عرفتيني، أنا جانيت. مين جانيت؟ لك شبكي أم جوزيف، فقدتي الذاكرة. أنا جانيت بنت عمك. إيه أهلين وسهلين، تفضلي. لك شو عاملة بحالك؟ كتير متغيرة. بس شلون؟ حلياني مو؟ هذا يا ستي عملت عملية تصغير أنف، وعملية شفط دهون، وشد وش، وعملية نفخ شفايف، وكمان برعت جوز كلامه.